اليمن عاجل. لأول مرة منذ دخول اليمنيين الإسلام، حكومة معين تفريض مبلغا غير متوقع لزكاة الفطر لهذا العام. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أصدرت وزارة الإدارة المحلية في العاصمة عدن كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2023 بشأن سعر زكاة الفطر للعام 1444 هجرية، والذي حدد سعر زكاة الفطر بمبلغ وقدره 1000 ريال. نص القرار. أصدرت وزارة الإدارة المحلية في العاصمة عدن كتابها الدوري رقم 1 لسنة 2023 بشأن سعر زكاة الفطر للعام 1444 هجرية، والذي حدد سعر زكاة الفطر بمبلغ وقدره 1000 ريال. جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 21 من دستور الجمهورية اليمنية، وعملا بأحكام قانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999 في فصله العاشر بشأن زكاة الفطر، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على ذلك تتطلع الوزارة إلى تحقيق زيادة في مقدار الأصول وإيرادات وعاء زكاة الفطر من خلال إلزام كافة المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصم زكاة الفطر على الموظفين وما يعولون خلال شهر أبريل 2023، إضافة إلى إلزام المختصين في الواجبات الزكوية بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية بقطاعي العام والمختلط، وبالتعاون مع المختصين في الموارد البشرية وشؤون الموظفين لكل جهة. وحرص من قبل الوزارة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، عملت الوزارة على إبلاغ المحافظات بذلك ليتم التعميم والإبلاغ لكافة المعنيين للمبادرة بدفع واجباتهم الزكوية لوحداتهم الإدارية التابعة لهم خلال شهر رمضان المبارك، والقيام بإعداد البرامج التوعوية الزكوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعميمها ونشرها، ولما يعكس من خلق وعي مجتمعي هادف يحقق الأهداف المرجوة، كون مورد الزكاة يعد أحد روافد التنمية المحلية تخصم من مرتبات الموظفين.